أعزائنا المتابعين، أهلا وسهلا فيكم في تحديثنا للجلسة الأمريكية لها اليوم الخميس اللي شفنا فيها صدور بيانات مؤشر كور بي سي اي، وهو مؤشر تضخمي بيعتمده الفدرال الأمريكي لتقييم التضخم واتخاذ سياساته النقدية. لا نعتقد المتداولين أن انخفاض المؤشر من 4.9 إلى 4.7 ممكن يغير توجهات الفدرالي، لكن في الحقيقة ما زال المؤشر عم بدلنا أن مستويات التضخم ما تزال مرتفعة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي بعد صدور هاي البيانات انخفض الدولار الأمريكي، لكن عم نشوفه عاد الارتفاع مستقر في مستويات قريبة من أعلى مستوياته من سنة 2002. هذا كله بفعل توقعات أن الفدرالي اللي راح يرفع الفائدة. كذلك الأمر شفنا أسعار النفط في تذبذب ملموس بعد صدور قرار منظمة أوبك اللي حافظت على سياساتها برفع تدريجي للإنتاج. خلينا نلقي نظرة الآن على تحركات الأسواق المالية بحسب التحليل الفني الكلاسيكي. رح أبدأ في التحليلات الفنية بالنظر على تحركات أسعار الذهب واللي اتسمت في تذبذب شديد بعد صدور البيانات الاقتصادية. أسعار الذهب ما تزال ضمن قناة هابطة، وبالتالي أي تداول ما دون مستوى 1833 ممكن يبقي على احتمالات الانخفاض، لكن أصبح الآن الانخفاض يتطلب عودة أسعار الذهب لمستويات تحت 1810، ويفضل تحت 1809 لإعادة فرص الانخفاض. لكن لو شفنا سعر الذهب عاد استقرار أعلى من 1833، فعندها ممكن أحكي أن أسعار الذهب دخلت في اتجاه صاعد مرة أخرى. راح انتقل الآن لتحليل تحركات أسعار النفط الأمريكي الخفيف بالرمز US Oil Roll اللي عم نشوفها عم تتداول ما دون المتوسطات المتحركة، وكمان عندي إشارات سلبية على المؤشرات الفنية، بالتالي ما لازم نستبعد بعض الانخفاض في أسعار النفط طالما استقرت تحت 109.95، لكن كسر مستوى 106.90 راح يكون ضروري لإثبات مزيد من الانخفاض. أخيرا وليس آخرا رح نتطلع الآن على مؤشر داو جونز اللي شهد انخفاضات متتالية لهاليوم. مؤشر داو جونز في اتجاه هابط بشكل عام، وهنالك إشارات سلبية عديدة على المؤشرات الفنية، لكن لازم أشوف المؤشر كسر 30501 لزيادة فرص الانخفاض، لأنه بدون كسر المستوى ممكن يكون الانخفاض محدود. عودة التداول أعلى من 31029 نقطة ممكن تتسبب في دخول المؤشر في محاولة جديدة للارتفاع. بحب أشير أيضا إلى أن مؤشرات الأسهم الأمريكية لساتها عم تشهد ضغط هابط، فمخاوف الركود الاقتصادي لسه عم بتسيطر على توجهات المتداولين وبتتسبب بانخفاض في شهية المخاطرة. ممكن نشوف استمرارية في انخفاض المؤشرات طالما بقيت توقعات أنه يرفع الفدرالي الأمريكي الفائدة بشكل متسارع. أما أسعار الذهب شفناها عم تقفز ارتفاعا، حيث أنها استفادت من بيانات التضخم وارتفع سعر الذهب واستغل كثير متداولين انخفاض السعر لمستويات قريبة من الحاجز النفسي 1800 دولار للأونصة الواحدة.